السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على ايدنس ظريفة كده اسمها ريفت اكسبريس تولز. دي بتديني شوية أدوات كويسة جدا وخاصة للبيم مانجر في الشركة. كتر الايدنس ده غلط، ممكن يتقل شغل الريفت، ممكن يعمل مشاكل، فلذلك حاول ما تسطبش غير اللي أنت محتاجه. تمام، وممكن تكون في حاجات خاصة بواحد بس اللي هيستخدمها مثلا في الشركة كلها، مثلا زي مثلا باتش فاميلي لودر بيعمل ابديت لعدد كتير قوي من الفاميلي مرة واحدة، فدي ممكن واحد بس اللي يستخدمها في الشركة كلها ونستخدمها عن طريقه. تمام، يعني لو جينا نبص كده على الحاجات اللي موجودة في ريفت اكسبريس تولز، بلاقي باتش فاميلي لودر، بعمل ايه؟ بديله كمية كبيرة من الملفات الريفت او الفاميلي، وهو يروح عامل لهم كلهم ابديت. تمام، بدل ما كل ما اجي افتح فاميلي من يقول لي انا عايز اعمل ابديت من 2010 ل 2013 او 2014، فبياخد وقت كتير، فهو بيخلصني الموضوع دوت. تمام، الفاميلي تولز اهيت، بلاقي مثلا ايه ديليت باك اب، ملفات الباك اب ممكن يلغيها كلها مره واحده. التايب كاتيجوري تولز بيحول لي الملفات سي اس اف الملفات تكست اقدر اقراها بدل ما شفرات بالنسبه لي مش عارف اقراها. كومبار شيرد برامتر، ممكن يكون عندي اتنين شيرد برامتر، يجيب لي المقارنات بينهم بحيث اشوف ان فيهم الافضل وان فيهم اللي اشتغل فيهم. ميرج شيرد برامتر، ممكن يكون عندي اتنين شيرد برامتر بيدمجهم الاتنين مع بعض ويطلع لي واحد بس. فاميلي فايل فيرجن ديتكتور بيعمل لي ايه؟ بيشوف لي كل الملفات الفاميلي اللي عندي، انا يعني بقول له براوز وادي له مثلا مجلد يكون فيه الفاميلي كلها، فهو يروح قايل لي ده انا عندي دي من صيف 2013، من صيف 2014، من صيف 2010، بيجيب لي الملف دوت. تمام، ممكن اروح اخدهم كوبي واحطهم على ملف اكسل. احنا كده لسه ما ابتديناش، وشفت انت فيه شويه فوائد كتيره قوي في الريفت اكسبريس تولز. تيجي بعد كده بروجكت كلينر، ممكن تكون انت عايز تنظف حاجة معينة. تمام، ممكن تكون عايز تنظف تلغي فيوهات، تلغي الاسكادولات على اساس ان انت عايز تبعتها هناك، تبعتها مثلا لشركة معينة ومش عايز هو يشوف الوك ثرو، او مش عايز يشوف السكاشن، او مش عايز يشوف الريندرنج، او مش عايز يشوف الاسكادولات، فهو يلغي لك الحاجات دي كلها. تمام، ريفت كلاود لو في مثلا عملنا احنا كذا كلاود هو بقى بيروح يلغيهم كلهم برضه مره واحده. دايمنشن تشيكر بيفحص يجيب لك كل الدايمنشن الموجوده في المشروع و سيرش، ممكن تقول له وريني المكان ده فين. تمام اهو ال 200 نوعه كذا نوعه كذا. ممكن انت تكون انت عايز تعرف الدايمنشن الغلط ايه او اللي مش ماشي ستاندرد مع الشغل بتاعي، فتبدا تشوفه وتبدا تلغيه. ده بيشوف الملفات اللي هي معمول لها امبورت او لينك، وتقدر بيديك تحكم فيها اسريع، وتبدا تشوف مثلا في حاجات مثلا مش معمول لها بين، اروح اعملهم كلهم بين مره واحده. تمام، على سبيل المثال يعني ماشي كلهم مثلا نعملهم بين، في حاجات مثلا مش موجوده تكتشف بسرعه ايه الحاجات اللي فيها مشاكل في قلب المشروع. تمام، ووتر مارك، ممكن تكون انت جايب مشروع جديد وهتلاقي فيه مجرد دوس في الزيت بيبدا يفحص المشروع ويشوف ايه الفاميلي اللي فيها ووتر مارك. ووتر مارك علامه مائيه بتغلس عليك لما تيجي تشتغل، فالبرنامج ده بيشيل لك ريموف اول، بيلغي لك كل المارك اب الموجود في المشروع. تمام، في شيرد برامتر ماجر بيبدا يضغط لك الشيرد برامتر. زي ما انت شايف في بعض الادوات المفيده والسريعه اللي ممكن تسهل عليك الشغل، ودي برضو بعض الادوات برضو السريعه اللي ان شاء الله نشرحها برضو في مره ثانيه باذن الله. اخوكم عمر سليم بي اي ام سبيشاليست.